كلمة موجزة لرفاق سليمان إبراهيم في مدرسة فرير جبعيل دورة 1977. يا رفيقنا الغالي، علمنا التاريخ أن نحتاط لغدر الموت، أن لنا وكيف السبيل، وهو السلطان الذي ينقض على بشر الأرض بلا رحمة. اختارك اليوم ويختار كل منا عند أزوف الساعة، ولكثرة ما تعلقت بجارك شرب ناداك القديس وقد خصك بمنزل من منازل بيت الرب. ترافقنا في الدراسة على مقاعد فرير جبعيل، وكان لطيبتك الفضل في استمرارنا رفاقا على مقاعد الحياة. تبكيك الأخلاق يا سليمان، يبكيك القلم الحر الرفيع والمجرد، وكل رفاق الدورة يبكونك يوم الرحيل. خسرنا إنسانا خلوقا محبا ذا قلب كبير، خسرنا إنسانا تتلمذ على جاره القديس. عناي وكل الجوار عليك في حدان، العلوم التي حصلتها مكافحا تبكين، أجيال علمتها وخرجت عليك في بكاء. وفي سريري يبكيك أستاذك وأستاذنا الدكتور إلياس الحاج، أوجعنا غيابك يا فقيد القلم والحبر والأدب، بمحبتك اجتحت قلوبنا وها قلوبنا دما تبكي. سليمان أيها الغالي،